حسين ابو حمد، حسين ابو حمد علاقات عامة. وعمر وينه؟ شكرا يا ابو مبارك، شكرا لابناء المغفور له باذن الله مبارك عبد العزيز الحساوي، شكرا. الان ابناء العم الفاضل سلمان الدبوس، وينوب عن الاخ الفاضل داوود سلمان الدبوس. اللاعب عبد العزيز المشعان، الآن مدرب منتخبنا الوطني غوران، مو هني، من ينوب عنه؟ هل هناك من ينوب؟ ما إذا ناخذ مساعد المدرب عبد العزيز حمادة، مساعد المدرب عبد العزيز حمادة. شكرا لابناء عم الفاضل سلمان الدبوس، شكرا لاخ داوود، شكرا. سيد شهاب 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 شهاب، وين ابو عبد الله؟ عامر المعتوق، لاعب عامر المعتوق، وين؟ مساعد المدرب بيسا، مساعد المدرب موجود بيسا؟ موجود؟ موجود؟ اللاعب فهد الإبراهيم، اللاعب فهد الإبراهيم. الكساندر، مساعد المدرب الكساندر. شكرا لاخ شهاب، شكرا شكرا شهاب شهاب. يتفضل الشيخ احمد عبد الله جابر الصباح، فليتفضل رئيس الاتحاد الكويتي للتنس للمشاركة في التكريم.
شيخ احمد عبد الله، شيخ احمد جابر عبد الله جابر الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي للتنس. لاعب فهد عوض، لاعب فهد عوض. دكتور عبد المجيد البناي، دكتور عبد المجيد البناي تفضل. شكرا سعادة الشيخ احمد جابر عبد الله جابر الصباح، شكرا. الان يتفضل الاخ الفاضل عدنان المطوع عضو مجلس الامه للمشاركة أيضا في تكريم أبنائنا اللاعبين. كابتن يعقوب الطاهر، كابتن يعقوب ناصر طاهر. دكتور علي الشمالي، دكتور علي الشمالي. لوبيش، لوبيش موجود. شكرا للاخ الفاضل عدنان مطوع عضو مجلس الامه الكويتي، شكرا لك، شكرا. الان الوطنيه للاتصالات ويمثلها السيد حمد المطر. الوطنيه للاتصالات يمثلها الاخ حمد المطر. جراح العتيجي، طبعا كان المفروض طبعا يكون موجود معنا الاخ وليد علي، ولكن نظرا ل إصابة ابنه وأحد أيضا أقاربه توفاه الله، اعتذر. جراح العتيجي، فرناند. الآن مستقبل ويمثله السيدة ليلى قطيش، مستشفى طيبة، ويمثل المستشفى الأخت الفاضلة ليلى قطيش. اللاعب خالد خلف، اللاعب خالد خلف. فرج السيد، فرج السيد، بينك يا فرج.
سهل الصورة يا فرج. شكراً للأخت الفاضلة ليلى قطيش ممثلة مستشفى طيبة. الآن تفضل الأخ خالد فهد فراج الغانم عضو المسجد الأهلي العام للشباب الرياضة، واحد المتبرعين. عبد الله الشمالي، عبد الله الشمالي، اللاعب خالد محمد الرشيدي. خالد الرشيدي الغانم. شكرا لأخاد الغانم. الآن يتفضل المرعب مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالإنابة الكابتن جاسم يعقوب للمشاركة في تكريم اللاعبين. كابتن أحمد الرشيدي. قلنا العرباوية اللاعب علي مقصيد. شكرا سعادة الشيخة نعيمة أحمد الجابر الصباح لمشاركتها معنا في تكريم اللاعبين. شكرا يا أم أحمد. شكرا. الآن شركة الامتياز يمثلها الأخ طارق حسين المنصور مساعد مدير إدارة الخدمات الإدارية. شركة الامتياز وصل. اللاعب فهد صالح العنزي. اللاعب فهد صالح العنزي. اللاعب
اللاعب يوسف ناصر سلمان أو سليمان، يستاهل يوسف. شكرا لشركة الامتياز، شكرا للأخ طارق حسين المنصور لمشاركته معانا أيضا في تكريم اللاعبين، شكرا. الآن اللاعب خالد القحطاني، خالد القحطاني. اللاعب محمد فهد الصلال، اللاعب محمد فهد الصلال. الآن ممثل فندق السفير يتفضل، ممثل فندق السفير. تفضل الأخ سالم النصار، الأخ سالم النصار، سالم النصار. العلاقات العامة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم. ونكون بهذا قد وصلنا إلى ختام هذا الحفل التكريمي. وصلنا إلى أعتقد حفل الختام التكريمي لأبنائنا نجوم منتخبنا الوطني. الشكر، كل الشكر والتقدير لكل أبنائنا نجوم منتخبنا الوطني. أمامكم بطولات قادمة إن شاء الله، شدوا حيلكم لأنديتكم، لمنتخباتنا الوطنية. والشكر موصول لكل مؤسساتنا الوطنية والشخصيات الاعتبارية التي ساهمت في تكريم أبنائنا اللاعبين. على الحب والخير دائما، نلتقي بأفراحنا وأعيادنا الوطنية. عيشوا أفراحنا في فبراير، كل عام وأنتم بخير. وشكرا لكل من حضر أيضا لحفل التكريم. حوالي طبعا في بوفيه عشاء، تفضل الجميع طبعا لتناول العشاء، مشكورين وكل عام وانتم بخير. دائما ان شاء الله نلتقي على الحب دائما باذن الله.